أول حاجة نحب نتكلم عليها هي يعني إيه كمبيوتر توموجرافي؟ إيه الفرق بين كمبيوتر توموجرافي والتصوير العادي بأشعة إكس؟ أول حاجة لو إحنا جينا بصينا على صورة أشعة إكس بالشكل ده كده، دي صورة عادية بلين إكس راي، هنلاقي فيها إن كل نقطة في الصورة هي عبارة عن يعني مجموعة من التيشوز كلها أوفرلاب فوق بعض. يعني إيه أوفرلاب؟ يعني إحنا بنتكلم على إن البيشنت بيدخل أشعة إكس عليه من الأمام من عند الصدر وبتخرج من عند الظهر. الأشعة بتاعت إكس بتفضل ماشية في الطريق بتاعها، وكل اللي بتقابله في الآخر يعني بيبقى أوفرلاب فوق بعضه في الصورة. يعني على سبيل المثال الجزء ده في الصورة هنلاقي إن فيه أول حاجة فيه عظمة الاسترنم، فيه عندنا طبعا القلب بيبقى موجود، جزء منه بيبقى موجود، بيبقى فيه عندنا جزء من الرئة، بيبقى فيه عندنا الفيرتيبرال كولون من ورا، كل الكلام ده بيأوفرلاب في نفس النقطة هنا في الصورة. نفس الكلام هنا نقدر نشوفه، احنا شايفين هنا الريبس اللي هي الاضلاع، شايفين من تحتها الرئه موجوده وفيها الاوعيه الدمويه اللي هي شعيرات دمويه بتبقى داخله في الحويصلات الهوائيه بتعمل معاها اكسشينج، ويعني كل الكلام ده برضو اوفرلابت هنا فوق بعضه. يعني طبعا بيبقى في عندنا مشكله طبعا لما يكون عندنا اوفرلاب زي ما احنا شايفين هنا العظم اوفرلابد مع الرئه، يعني الحقيقه بيبقى في صعوبه ان احنا نتعرف على اي تغيرات مرضيه موجوده في الصوره. لو احنا فرضا عندنا تغير مرضي خلى احد الانسجه دي يتغير الشكل بتاعه بمقدار 10%، لو النسيج دوت موجود لوحده نقدر نتعرف على ال 10% دي، نقدر نلاحظها بعينينا ان في تغير 10%. انما لما يكون النسيج دوت اوفرلاب بعدد من الانسجه الاخرى لم ما حصلش فيه اي تغيير خالص، بيبقى في صعوبه كبيره ان احنا نتعرف على التغيير دوت. فبالتالي الناس فكرت انها تعمل تطور طريقة جديدة للتصوير يبقى فيها بنصور نقط مش بنصور يعني خطوط، يعني هنا احنا بنصور كل نقطة بتعبر عن خط كامل، يعني كل الأنسجة اللي موجودة في خط دخل من يعني شعاع دخل من اتجاه وخرج من الاتجاه الآخر، كل نقطة من هنا بتعبر عن كل الأنسجة اللي مر بيها الخط دوت أو الشعاع دوت. فالتوموجرافي هدفه الاساسي تو ايمج ا سلايس اوف ذا بودي يوزنج اكس رايز، يعني بدل ما بيطلع لنا صوره بنسميها بروجكشن ايمج، يعني صوره عباره عن يعني بنتكلم على ان احنا بناخد كل واحده من يعني ناخد كل واحده من الاشعه ونمشي بيها في الجسم من اول ما تدخل لغايه لما تخرج ونحطها في نقطه واحده، لا هنا كل نقطه بتعبر عن نقطه واحده بس موجوده في الجسم، يعني ده عباره عن مقطع حقيقي في الصوره ما بيحصلش فيه اوفرلاب بين اي نوعين من انواع التيشوز. يعني فرضا مثلا بنبص على الجزء دوت ده هنا في الفيرتيبرال كولوم واضح في منتهى الوضوح، ما فيش اي تغيير فيه، ما فيش اي حاجه بتعمل له اوفرلاب. نفس الكلام الاضلاع هنا، يعني اللي احنا شايفينها هنا دي تعتبر اجزاء من الاضلاع برضو واضحه جدا ان هي ما فيش اي اوفرلاب فيها. الجزء ده بيعبر عن الرئه برضو نفس الكلام، كل نقطه بتعبر عن نقطه حقيقيه موجوده في الرئه. فبالتالي الهدف الاساسي من التوموجرافي is to eliminate overlap الاوفرلاب بروبلم الموجود عندنا في البروجكشن ايمجينج. يعني الصوره العاديه بتاعت الاكس راي اللي فيها بروجكشن ايمجينج بنشيل مشكله الاوفرلاب ونحولها هنا لصوره اخرى او مجموعه من الصور كل نقطه فيها بتعبر عن نقطه حقيقيه موجوده في الواقع، ما هياش بروجكشن لعدد من النقط كلها بتبقى اوفرلابد على بعض. يعني each point in the image هنا في التوموجرافي بتعبر عن single point in reality not accumulation of many points. فبالتالي لو في اي تغير مرضي حصل في اي نوع من انواع التيشوز الموجوده هنا نقدر نلاحظه بمنتهى السهوله.